هالمشهد كان متعود يشوفه الجمهور في الحفلات اللي جمعت أنغام وأصالة واللي انحرموا منه بسبب خلافهم اللي تصدر الأخبار بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج ابنة شقيقة طارق العريان. وهالصداقة القوية اللي كانت بتجمعهم واللي كانوا بيعبروا عنها بالحفلات انقلبت لعداوة. عملت لها بلوك وأنفولو. والبلوك والأنفولو أيضاً اعتمدت أحلام ضد أصالة وأعلنت عنها الشيء حصرياً عبر تريندينج. أنا بدي أقول لك أنا لساني مو قصير، أنا لساني كتير طويل، بس إحنا عندنا مثل في الخليج يا بنت الخليج يقول لك في واحد حشمة وواحد احشم نفسك عنه، وأنا حشمت نفسي عنك وعملت لك بلوك وسيتو. ومع أن المشكلة بدأت بالصيف إلى أن الأخذ والرد بينهم ما زال مستمر على السوشيال ميديا حتى أسابيع قليلة. أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت، بالنسبة لي أنا سيتو. I know this little sato. وغير هالخلاف، أصالة كانت حديث الصحافة والسوشيال ميديا من بعد إشاعة انفصالها عن طارق العريان اللي لحد الآن ما نعرفت حقيقتها. واللي زاد من هالتكهنات هو بكائها خلال حفلتها في موسم الرياض على أغنية ذاك الغبي. والخلافات الزوجية كانت سبب لتداول أسماء نجوم كثار لهالسنة، ومنهم سمية الخشاب وأحمد سعد اللي تحولت قصة حبهم لخلاف كبير وطلاق واتهامات من سمية لأحمد بأنه كان بيعنفها. كان حيقتلني، وكان ممكن دلوقتي يبقى موجود في السجن في قضية شروع في قتل، وخسرت جزء من جسمي. كلام كبير طبعا اتسبب لي فيها مستديمة، انا فقدت طحالي بسبب احمد سعد. ومن بعد ما كانت الامور هدأت بينهم رجعت خلافاتهم للواجهة من بعد صدور قرار بحبس سمية، الشيء اللي خلاها تاخذ قرار بعدم تنازلها عن حقها مهما صار. تعالى بقى واستنى وشوف انا هعمل فيك ايه، انا هاخد كل حقوقي، انا مش هتنازل، ربنا بيديني درس. انا قلت لها نقعد ونحل الموضوع، فقالت لا خلينا بقى ماشيين في المحاكم. اما علاقه عمرو دياب ودينا الشربيني فالحديث عنها ما يوقف، وخاصه بعد ما نشر عمرو رسميا صوره بتجمعه فيها ب 29 يونيو، ومن بعدها صرنا نشوفهم بكثره مع بعض سواء بالحفلات او حتى المناسبات الخاصه. وعمرو دياب ايضا تصدر العناوين باغنيته يوم ثلاث اللي بدات التحليلات حولها بانه بيقصد فيها دينا الشربيني وزوجته زينة عاشور وطليقته شيرين رضا. حسيت حالك انه انت البيضه مخدود حمراء؟ لا، هي بعتت صورة محطوط فيها أنا وهي وزينة، وكل واحدة محطوط عليها الكلام بتاع. طبعا ضحكنا، احنا دايما بنبعت لبعض، انا دايما بعض اقولهم يعني انا بس طلعت مروح حلوة بس، يعني مش اي حاجة تانية. انت ممكن تكوني السمرة وكمان صح، انا لا بس يعني لا خلاص احنا راضين، انا بحبهم يقولوا اللي هم عايزين. وزواج احمد فهمي وهنا الزاهد ايضا شغل الصحافة والناس بسبب ضخامته، ولان فرحتهم ما كملت فبشهر العسل دخلت هنا للمستشفى، ومن بعدها اجرى احمد فهمي عملية جراحية. تلاقيني دلوقتي بقيتش انزل صور خالص معايا على انستغرام، ولا هو بينزل، والله احنا ما عملناش حاجة. هو الفرح حتى انا ما نزلتش غير صورة واحدة، الباقي كله الناس هم اللي منزلها، انا مش منزل غير صورة او صورتين يعني الحمد لله.